وقال وزير النقل الروسي إن تعاون السلطات المصرية مع كارثة الطائرة مثالي، كما أكد السفير الروسي لدى القاهرة أن تحليل الصندوقين الأسودين قد يستغرق أسابيعا، مؤكدا أنه من المبكر التكهن بالسبب الذي كان وراء إسقاط الطائرة. عمل مع صناديق كان بدأ بالفعل، لكن هي مجرد ساعات وأيام الأولى لهذا العمل. العمل يستغرق أسابيع ليست الأيام. هذا العمل دقيق ومعقد، فيعني ليس هناك أحد يستطيع أن يقفز رأسا إلى نتائج معينة. لابد من التأكيد من صحة كل المعلومات، و يعني أنا لا أرى ضرورة للقيام بمزايدة حول أسباب